عبر تنحي الرئيس مبارك؟ احب اقول له يعني احنا ما نقدرش ننكر ان في السنين اللي فاتت دي خسرنا كتير لما هو اتنحى، او بس دلوقتي ان شاء الله اللي جاي احسن، يعني اللي جاي احسن، بس الثلاث سنين اللي فاتوا ما كانوش كويسين، بس اللي جاي احسن ان شاء الله وربنا يسهل. اقول ايه؟ اقول الحمد لله ان هو تنحى. اقول ايه يعني؟ اقول ايه؟ اقول من لله بس. اقول ايه؟ ما فيش حاجه، ولا مش حاسس بحاجه خالص. ما تقالش حاجه يعني، يا ريته ما تنحى، لان احنا رجعنا اسوأ من اللي كنا عليه ايام مبارك، يعني اسوأ وباسوأ بكتير، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يرحمه. الله يرحمه. خلاص ايوه، بس عصره انتهى. لا، ربنا يستر على البلد، يعني محدش بيساعد الرئيس اللي هو ماسك، يعني وكل واحد بيدور على مصلحته ومش عارفين مين الصح ومين الغلط. والله لا تعليق، عارفين صح. مبارك مين؟ صلى على النبي. هي ذكرى حلوة، بس للأسف الشديد الناس ما استفادتش بالثورة زي ما هي عايزة، أو اللي اتعمل في الثورة برضو لسه 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 كتير قوي. على سبيل المثال، لسه لحد النهاردة في ناس شغالة أجر مقابل عمل بياخدوا 10 جنيه، لسه الحد الأدنى ما اتطبقش، لسه الحد الأقصى ما اتطبقش، لسه حاجات كتير. ربنا يعين الرئيس اللي موجود دلوقتي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللأسف الشديد برضو هو بيحارب في جبهة والحكومة كلها في جبهة لوحدها.